السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الرائعون، أتمنى أن تكونوا في أحسن حال. من المتوقع أن يتم إطلاق فيفو واي 21 في 3/8 يناير مع معالج سناب دراجون 680، وهذا لا يعني أنه هاتف جديد كليا، بحيث أنه بالفعل هاتف فيفو واي 33 إس مع معالج مختلف وبعض التغييرات الطفيفة الأخرى. وفي هذا الفيديو سأتحدث عن المميزات الكاملة لواي 21 والذي يعتبر نسخة من فيفو واي 33 إس مع تغيير في كاميرا السيلفي والمعالج المركزي، وتم وضع اسم جديد له. وقبل البداية وجب التذكير باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، وعلى بركة الله نبدأ الفيديو. سيحتوي فيفو واي 21 على شاشة LCD مقاس 6.58 بوصة بدقة Full HD Plus مع وجود نوتش قطرة الماء لكاميرا السيلفي بدقة 8 ميجا بيكسل، وهذا على عكس مستشعر 16 ميجا بيكسل والذي يأتي به فيفو واي 33 S. أما بخصوص الكاميرا الثلاث الموجودة في الخلف، هي نفسها الموجودة على واي 33 S، بداية بالكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f1.8، زائد كاميرا ماكرو بدقة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f2.4، ومثلها مستشعر عمق هو الآخر بنفس الدقة ونفس فتحة العدسة. يأتي معالج الهاتف من فئة اقتصادية عليا من كوالكوم كما سبق وأشرت، سناب دراجون 680 مصحوبا بسعة تخزين 128 جيجا بايت، قابل للتوسيع من خلال فتحة مايكرو اس دي مخصصة وذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجا بايت. وستوفر فيفو إمكانية توسيع هذه الذاكرة افتراضيا بمقدار 1 جيجا بايت. سيعمل هاتف واي 21 على واجهات فيفو الأحدث فانتاتش او اس 12، وفي غالب الظن سيتلقى الهاتف تحديثا إلى نظام الأندرويد الأحدث أندرويد 12. من الداخل سيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 ملي أمبير مع شحن سريع بقوة 18 واط من خلال منفذ USB-C مع دعم لراديو FM وأغلب المستشعرات الضرورية، كما أنه لم يستغني عن منفذ 3.5 ملم للسماعات السلكية، ولكن للأسف السماعة الخارجية مونو، وهذا ما يجب تجاوزه من جميع شركات الهواتف الذكية ومن مختلف الفئات السعرية. وعلى ذكر السعر، فهاتف فيفو واي 21 يكلف حوالي 210 دولارات أمريكية، وهذا بمثابة محاولة من فيفو لاكتساب بعض الحصة السوقية من ريلمي 8 الشهير وريدمي نوت 11 الذي تم إطلاقه مؤخرا. ولكن هل تعتقد أنها ستنجح في ذلك؟ أخبرني رأيك في التعليقات. كان هذا ما لدي لفيديو اليوم، أتمنى أنكم استفدتم واستمتعتم. شكرا على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.